بكم متابعي الفلسفه، رجعنا لكم في لقاء جديد. مؤخرا الاسعار بصفه عامه شهدت واحد ارتفاع قياسي، ولكن بصفه خاصه كاين بعض المنتجات اللي عرفات واحد الغلاء كبير في الاسعار. هذاك الشيء علاش اليوم غادي نخصصوا الذكر ديالنا على ماده الحليب، سواء الحليب الماده العاديه اللي كتستهلك وكتم التوزيع ديالها في المحلات التجاريه، او الحليب الاطفال اللي عرفوا واحد ارتفاع كبير في الاسعار ديالو. فاليوم باش نناقشوا هذا الموضوع معنا سي علي شطور بصفته رئيس الجمعيه المغربيه لدفاع حقوق المستهلك، وايضا عضو في الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك. اهلا بك سي شطور. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. سي شطور، الحليب هو ماده اساسيه في المغرب وفي جميع دول العالم يعني، وكيتناولها جميع فئات ديال المجتمع من الصغير للكبير وجميع حتى الشرائح ديال المجتمع بغض النظر على المستوى الاجتماعي ديالهم. ولكن مؤخرا شهدت هذه الماده ديال الحليب واحد اولا نقص، وثانيا غلاء بالنسبة للأسعار ديال هذه المادة هذه. فندويو على الغلاء ديال الأسعار بصفة عامة، لأن بصفتك يعني كدوي وكتدافع على حقوق المستهلك، فالأسعار بصفة عامة شهدت واحد الارتفاع مهول في الآونة الأخيرة. فكيفاش نقدروا نفسروا هذا الغلاء اللي عرفته الأسعار؟ بالنسبة للارتفاع ديال الأسعار ديال المواد الاستهلاكية بواحد الطريقة اللي هي تصاعدية، وأن المواطن المغربي وبالأخص الطبقة الهشة والطبقة الفقيرة أصبحت في الحضيض، لأن حاليا أن المواطن المغربي ما القدرة الشرائية دياله أصبحت ضعيفة جدا. وهنا باش نتكلم، واخا كنقولوا بأن كاين ارتفاع الأسعار، ولا ننسى كذلك أن جميع المواد لا موجوده في الاسواق من خضار، من جميع المواد موجوده، لكن اللي ما موجودش هو الماده، الانسان القدره الشرائيه اللي ما كايناش، القدره الشرائيه ما كايناش. هذه من جهه علاش؟ لان المواد الاستهلاكيه مشات بواحد ارتفاع كبير، والاجور ديال المواطن المغربي باش يكون هذا جد متدنيه، وما كاينش الجمود، وان واحد السنين هذه ما بقاش واحد الزياده في الاجور، وبقات الاجور مجمده. وبالاخص المواطن اللي هو المتقاعد اللي عنده اجر ما كي تقريبا ما بين 2000 درهم الى 2500 درهم، تقريبا واحد 6 سنين و 7 سنين باش خرج وبقى عنده هذاك الاجر هو مستقر، والاسعار مرتفعه تقريبا 3 حتى 5 الخطرات في بارابول لهذاك. هذا بالحديث على الاسعار. نعم. وكنلاحظوا بان ما كاينش غير الاسعار اللي ارتفعت. ممكن انا نقول ان ارتفاع الاسعار نقدروا ان نفسروا بالازمه الاقتصاديه وهذا، ولكن كنلاحظوا ايضا ان الاسعار كترتفع وحتى الجوده ديال المنتجات كتهبط. فهاد القضيه هذه ما نقدروا نفسروها بشي حاجه، يعني عندها تفسير. التفسير ديالها بان الوقت فاش كتطلع الاسعار وكيكون اش كيوقع، كتطلع الاسعار كيخرجوا لنا ناس اخرين اللي هما ناس اللي كيخدموا في خفاء، وكيخرجوا لنا اشياء اللي بنفس الثمن ولا اقل من الثمن، ولكن الجوده ما كايناش الجوده. وهادو شكون هما؟ كاينين الناس اللي كيلقاو هاد الفرصه باش يكون هذاك النصب والاحتيال. انا باش نقول بان النصب والاحتيال، وكيكون الجوده ما كايناش، لان علاش؟ كيشوفوا المواطن المغربي او هذا ملي كيمشي للسوق ما بقاش كيقلب على الجوده، لان القدره الشرائيه ديالو متدنيه. وشنو كيقلب؟ كيقلب خاص يشري هذيك الماده كيفاش ما كاين، بانها باقل ثمن، وما بقاش يقلب على الجوده. ذكرتي بان هادو الناس اللي كيعتمدوا هذه الطريقه باش ينصبوا على الناس، ولكن حنايا انا كندوي على شركات اللي معروفه، اللي المنتجات ديالهم معروف بانها ما كتصنعش من غير عندهم، ولكن مع ذلك زادت في الاسعار وقلات من الجوده. هنا كنقولوا ملي قلتي بان على حسب الشركات، اننا كننتقلوا للمراقبه.
هنا خص المراقبة، لأنك كانت مراقبة لاصقة على هاد الناس هادو، وخصهم يعطيو كيكون ملي كتكون المراقبة كيعرف الإنسان بأن تبعه واحد المراقبة اللي هي مراقبة لاصقة وتابع واحد الزجر، ما غادي يمكنش يدير هادشي هذا. وحنا كنعرفوا بان كانت اشياء بلا ما نقولوش الاسم ديالها، كانت تقريبا كان 100 غرام ولا هذا ديالها بواحد الثمن، حاليا خلاو اسمه والثمن هو هذاك، ولكن نقصوا في الوزن. وهذا شنو هذا؟ نصب. كان في هذه الحاله اللي قلت لك ولا في هذه الحاله دائما كيتسمى النصب بواحد الطريقه تحايليه. وهذا الشيء كيفسر هذا الارتفاع ديال الاسعار اللي شهدوا ماده الحليب، وخاصه الماده ديال الحليب، بالحديث على الحليب ديال الاطفال. نتكلموا على الحليب العادي كما قلت، علاش كيفاش حتى ارتفع؟ لان كاين المواد ديال الاعلاف اللي هي مستورده، والمغرب ولا تقريبا 80 حتى 90% ديال الاعلاف كلها مستورده، وهذا هو اللي خلى ان الحليب حاليا هذاك الفلاح كيحس بانه ما بقاش يقدر يقاوم، حيت عنده وبالاخص ان كاين ابقار اللي هما مستوردة حتى هي، وتعرف الأبقار المستوردة راه خاصها واحد ميزانية تكلفة كبيرة، والأعلاف كل تكلفة، والأعلاف كلها الفلاح كياخذها من مستوردة. وبما وحنا كانت واحد الثروة اللي هي جينية كأبقار ديالنا حنا، اللي هي كيمكن لها تمشي مع المناخ، كيمكن لها تمشي مع الجفاف، احنا خليناها ما بقاش عندنا هذوك الفلاحة، وداك الشيء خلاو الفلاحة خلاو هذوك الأبقار باعوهم وخرجوا كاع من هذاك من 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 الباديه واتجهوا لسمو. هذا الا كان الحليب اللي كيتوزع على المحلات التجاريه. نعم. هو حليب ديال الابقار. نعم. ولكن اغلب حنا كنعرفوا بان الحليب الموزع دابا اللي اصلا دابا فيه واحد كيعرف واحد النقص كبير، فهو ماشي حليب يعني بقري 100% ولا، هذا هو حليب مصنع. فشنو السبب ديال هذا الارتفاع ديال الاسعار والسبب ديال النقص في هذه الماده؟ حتى هو كنقول بان مستورد داك الحليب، دوك الماده باش كي خلطوا كلها جايه من اسمه من دول كهولندا كفرنسا، دونك اي حاجه اللي كتستورد الا كيطلع لها الثمن ديالها، هذا هو اللي كاين. وحاليا بالنقص حتى الجفاف راه عنده واحد الدور كبير في هذا الاسم، لان انا نشرح لك استاذه دابا الظرفيه اللي حنا دوزناها ديال سنتين من الجفاف ولا 3 سنوات من الجفاف، والظرفيه ديال كورونا والظرفيه ديال الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، راه تلقات الدلال ديالها على هاد الغلاء ديال الاسعار اللي كنقولوا، لان حنا ولينا عاد باش عرفنا بان واحد العدد كبير ديال المواد سيتو الاساسيه لا من الاعلاف ولا هذا كلها كتكون مستورده. حنا كدوله فلاحيه فين اشنو كنعملوا؟ ما درنا حتى حاجه، الان ما كاين حتى حاجه. لو ان كانت حنا عولنا على الفلاحه وبالاخص الفلاحه اللي هي ديال المواد الاوليه كالقمح كهذا، القمح راه هو في العلف في ك كان اسمه كالسوجا ك هذا عباد الشمس هادو كاع مواد اللي كانوا بكري وبقاو كينقرضوا ما بقاوش الفلاحه ديالنا. علاش؟ لان كنا كنقولوا اي حاجه باش ناخذوها من الخارج وكتكون طالعه لنا بواحد الثمن قليل وكنبيعوها، ولكن حاليا ملي ارتفعوا الاسعار لقينا راسنا ما عندنا والو. وبالنسبه انتم كجمعيه ديال حمايه الدفاع على حقوق المستهلك، فلما كتشوفوا بانه هو لما كتحملوا المسؤوليه؟ حنا دائما كنحملوا المسؤوليه للحكومه، لان الحكومه ان المستهلك المغربي، باش نقول ان المستهلك المغربي دائما الغائب والحاضر في الازمات، وهو كيؤدي الاخطاء ديال من اخطاء ديال المسؤولين عن تدبير الازمه، هذا هو اللي غادي نقوله. وشنو الدور ديال الجامعه ديال حمايه المستهلك؟ الجامعه المغربيه ديال حماية المستهلك كما كيعرف الجميع، وباش نقولوها مرة أخرى حيت واحد العدد كبير كيقول لك بأن الأسعار ارتفعت وأين دور الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعيات المنضبطة حتى، حنا كنقول لهم حنا كقوة اقتراحية وليس للمراقبة، هذا خص يكون يعرفوا كقوة اقتراحية وليس للمراقبة،
وحنا عندنا عمل اللي هو عمل تحسيسي وتوجيهي، وكذلك تدبير الشكايات اللي كنلتحقوا اللي كنتوصلوا بها، وهذا عمل جبار. وحنا كنحاولوا ما امكن باش نرسخوا في المواطن المغربي واحد ثقافه استهلاكيه، لان اللي كانت عنده واحد الثقافه استهلاكيه كيولي مواطن كيعرف ما له وما عليه. وهذا المواطن المغربي او المستهلك المغربي الوقت فاش كنلقى واحد الحاجه اللي هي طلع ولا ارتفعت في السعر ديالها ويمكنها زايده، ما يمكن نقدر ما ناخذهاش، وهذاك ما غادي ياخذهاش ما ياخذهاش، يمكن غادي تنقص في اسمه، غادي السلعه غادي تنقص. ولكن حنا كنعرفوا هذه المساله اللي هي ثانويه وكنمشيو كناخذوها ما ناخذهاش، ولا حاجه اللي غادي ناخذ فيها كنت كناخذ فيها، لان كان واحد الوقيته كناخذ فيها 3 كيلو 2 كيلو لانها رخيصه، كناكل كيلو وجوج كيلو كنلوحوا. هنا دخلوا داك التدبير، حاولوا ما امكن باش ما يكونش هذاك الهضر ديال الماكله والمسكن. يعني شركتي حتى المواطن في المسؤوليه، يعني قلتي بان المواطن حتى هو كيتحمل جزء من المسؤوليه، ماشي غير الحكومه وماشي غير الجهات اللي مكلفه انها تدافع على حقوق المستهلك. حتى هي لا، انا كنقول ان الحكومه لها واحد الدور كبير في التدبير ديال الازمه، وخاصها تلقى حلول ناجعه وليس حلول ترقيعيه، لان الحلول الترقيعيه ما كتبانش على ارض الواقع. حلول ترقيعيه، حنا بغينا واحد الحلول على حسب المثل اللي قلتي بانك كنتكلموا على الحليب، حليب ديال الاطفال. هذا الحليب ديال الاطفال اللي هو انتقل من واحد الثمن، انتقل واحد الثمن جد مرتفع، والاسره ما بقاش قادره باش تواكب هذا الارتفاع، ولات كتلجأ للامور اللي هي ملتويه بان غادي يمكن هذاك الاسره حيت ذاك الحليب غالي عليها، غادي تمشي لعند البقال تاخذ ذاك الحليب وغادي الطفل ديالو غادي يشربه. اش غادي يوقع له؟ غادي يوقع له مشاكل صحيه، كمرض في الامعاء وكالسمو ديال المعده وحتى الكلوي حتى هما كيسمو. دونك حنا كنا كنقلبوا على باش هذا النمو سليم لهذاك الطفل، مشينا كنقلبوا بان غادي نخرجوا لذاك الطفل، غادي نخرجوا واحد الطفل اللي هو معاق من في 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 يعني ما نقولوش معاق، نقولوا عنده مشاكل صحيه. مشاكل صحيه. وهذا المشكل حنا كجامعه مغربيه حقوق المستهلك كنقدروا نقولوا كاين الحكومه تكون عندها واحد المبادره ان هاد الاطفال ولا ما غادي يكونوش واحد العدد كبير اللي غادي هذا، مادام انه كاين واحد الطبقه اللي هي فقيره، انا كنقول طول الهشه، مادام انه كيمشيو عندهم واحد مستشفى قريب من السكنه ديالهم، لما لا ان الحليب حليب يكون كياخذوا من هذاك من عند ذاك المستشفى واحد الثمن اللي هو رمزي اولا حفاظا على السلامه ديال هذاك الطفل، وباش نكونوا احنا ماشي نخليو احنا حتى غادي هذاك الطفل غادي يكون كيمرض باش كنديو لذاك السبيطار، نحيدوا نحطوا الصبع ديالنا على المرض من الاول، نحيدوا من نعطوه هذاك الاسبوع. الحكومه هنا كتدخل وكدير واحد الدعم، دابا هذا الدعم اللي عطيناه غادي يكون دعم اللي هو نشوفوه في الارض الواقع. أن الإنسان ملي غادي بعدا باش هاد الإنسان اللي ما كقادرش يواكب المعيشة خصوها لقمة العيش، وما بالك خص يمشي يشري ب 90 درهم و 80 درهم واحد علبة من أنواع مختلفة، لأن طلعت تقريبا بواحد 40 حتى 50% إلى من واحد عامين هادي ولا هادي، نحسبو كنلقى 30 حتى 40 حتى 50% باش طلع هاد الحليب، والإنسان ما كيقدرش يلقى يمشي مع الأسرة ديالو ويحاول يواكب هذا، لأن القدرة الشرائية تدنت. فكنشكرك السي علي على هاد المعلومات والتوضيحات اللي قدمتي لينا. مشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أن نتلاقاوكم في لقاء جديد مع موضوع جديد و طيب جديد إن شاء الله. السلام عليكم.